معنا من أبو ظبي الممثل السوري الفنان مكسيم خليل. أستاذ مكسيم، مرحبا بك، ابتسم أيها الجنرال. مرحبا حسين، مرحبا. مرحبا أستاذ مكسيم. والله الحقيقة ما بعرف الواحد لازم يبتسم ولا لازم يبكي، لأنه هاي اللحظات اللي عم نعيشها هي لحظات مؤثرة كتير، وهذا الشيء اللي كنا عم نشوفه هلأ على شاشتكم قبل شوي بخلينا نعرف قديش هاي البلاد كانت مو فيها سجون، بس هي كانت كلها سجن، سجن كبير. نحن السوريين كلياتنا كنا معتقلين بسجن كبير مع الأسف، وهذا الاعتقال كان مرافقه جدار من الخوف، جدار طائفي يعني متجذر جواتنا، لدرجة أنه كنا مفكرين أنه هدول الأشخاص هن يعني مصدر الأمان، وصلوك لهذا المكان أنه يخلوا المواطن السوري يفكروا أنه هذا هو مصدر الأمان، بدل ما يبنوا ملاجئ ضد القصف الإسرائيلي كانت عم يبنوا سجون بطوابق تحت الأرض. عن جد مبروك، مبروك لسوريا ومبروك للسوريين. هذا النصر، هذا نصر لسوريا وللسوريين كلهم، مو نصر لفئة على أخرى أبدا على الإطلاق، هذا نصرنا كلياتنا. ولكنك كنت خائنا لسوريا، كنت لا تعرف قيمة سوريا، كنت بين قوسين كلمة خائنا بالطبع. أستاذ مكسيم، كيف استطعت أن تتحمل كل هذه السنوات؟ أنا مرة قلت إذا كانت الخيانة هي إنك تكون خائن ضد هذا النظام المجرم، فهذا وسام على صدري بحطه إني أكون خائن، لأني حتما لست خائن. لما أكون خائن للنظام ولبشار الأسد ولكل عائلته، أنا حتما أنا حدا وطني جدا، لأنه أنا بوزع وطنية عليهم وعلى كل من حاول يمس وطنيتي بلحظة من اللحظات. مع الأسف أنه أنا حقيقة هلأ بالوقت الحالي ما بدي أحكي عن هذا الماضي اللي عشته الخطاب كثير. الآن أستاذ مكسيم، الخطاب الآن هو الآن الناس خطاب تريد أن تسمع، هناك هاجس خوف الناس في الساحل، في السويداء، في الرقة، في دير الزور، الناس تريد أن تعرف المرحلة المقبلة. كيف صوتكم مسموع أستاذ مكسيم؟ الناس تريد أن تسمعكم، أنتم لكم ضحيتم وغبتم عن سوريا وتحدثتم كثيرا، الآن صوت العقل. أنا حقيقة ما عملت شيء، أنا عملت أقل من واجبي، أنا مواطن سوري، أنا ابن هذا الشعب، أنا واحد منهم، مستحيل ما أكون جنبهم كنت ولا بأي شكل من الأشكال، لأنه أكون أنا يعني أنا بالنسبة لي في أزمة أخلاقية بيني وبين نفسي بصير. بكل الأحوال هلأ أنا حتماً نحن بمرحلة جديدة ومرحلة حساسة، المفروض نحن نكون واقفين جنب بعض، والخطاب تبعنا يكون خطاب عقل وخطاب توحيدي مو تفريقي على الإطلاق. بس أنا بدي أطمن، لأنه أنا من الصبح حقيقة كان عم يجيني كم كبير من الرسائل ومن الفيديوهات من كتير عالم على السوشيال ميديا، كان عم يجيني أنا أصناف من يعني أولاد حاملين سلاح أو فوضى عارمة عم بتصير ببعض المناطق وهيك. فأنا بس كنت بدي أقول لهدول الناس أنه اطمنوا، أنا متفائل، متفائل لأنه حتما نظام عمره 54 سنة متجذر مثل ما قلت طائفيا طيب، ويعني اقتصاديا، حتما سقوط هذا النظام، سقوطه ثاني يوم الصبح باليوم التالي لما حتفيق ما حتفيق تشوف يعني السماء زرقاء والعصافير تزقزق، اكيد يعني في ايام أنت بدنا متأكد؟ نكون مع بعض. طيب، أنت متأكد مما حدث الآن في سوريا؟ تقول إحدى الفتيات السوريات على مواقع التواصل الاجتماعي أستاذ مكسيم، لا يكون حلم ويشحطونا كلنا على صيدنايا بكرة. لا أبداً، ما له حلم، ولا هذا مسلسل؟ حقيقة ولا مسلسل، هذا حقيقة؟ حلم وهي حقيقة. الشعب السوري آمن بثورته وناضل وكافح وآمن بقضيته، واللي بيآمن بقضيته رح يوصل له ورح ينجح ورح يوصل للي بده إياه. أكيد اللي بدي أقوله، نحن اليوم
بلشت الثورة بال2011، نحن اليوم مرحلة جديدة من الثورة، هي ما لها نهاية الثورة، نحن هلأ بدينا الثورة، نحن هلأ خلصنا أول خطوة بالثورة السورية اللي هي إسقاط النظام. هلأ عنا لسه مشوار طويل، بدنا نكون في جنب بعض، بدنا نكون في نحن متعاضدين مع بعض، بدنا همة، بدنا إرادة.